يبي المشكله معروفه، وين الحكومه؟ وين بنك ليبيا المركز اللي يصرف المليارات؟ وين الحكومه اللي صرفت المليارات؟ فقط من ضمنها 11 مليار، حوالي 11 مليار غير على الكهرباء وما توجدش كهرباء. هذه الازمات اللي يعاني منها المواطن. اما فيما يتعلق بالانتخابات، معروف جدا ان مجلس النواب تعاطى معها طول يعني على طول، ولكن من عرقلها معروف، معروفين وموجودين يعني احذاهم. مجلس النواب ما يطلبه منه جمهوره سينفذه، ان قالوا لهم اخرجوا من الصوره سيخرجوا. انا صدقني والله اغلب اعضاء مجلس النواب هم الان ممتعظين من الوجود في هذه الازمه، والحلول للاسف تسد امامهم. اذا كان اهلنا في مناطقنا طلبوا منا الخروج نطلبه، طلبوا منا نسلموا السلطه لايا كان نسلموها. هذا هو الواقع اللي عندنا. اما راهي المشكله الان متباينه، المطالب ما هيش واحده.